من أبو ظبي إلى محافظة المنوفية، أم إسراء سيدة مصرية واجهت ظروف الحياة الصعبة، فعملت في مجال البناء بتخصص يعرف محلياً بمبيض محارة، معتلية استقالات ومقتحمة مجال يسيطر عليه الرجال، أملاً في مساعدة زوجها في تحمل أعباء الحياة وتوفير حياة كريمة لأبنائها. المونة بتأثر على أي حد، بالذات اللي بيبقى عنده حساسية من الموضوع ده بينتلي بقى حبوب كده. الحمد لله لما مفيش حاجة بتأثر، يعني مصفحة زي ما بيقولوا. أنا عندي 40 سنة، بقالي 25 شغالة في مهنة المحارة دي. كنت شغالة في الأول في المباني، بقى أتسق من شغل المباني لأن بقى صعب عليا، قلت أما أروح المحار. لقيت الشغلانه بتاعت المحارة الاخرى صعب، قلت بس انا قلت بقى عيني خدت منها شغل وبقى طلقت شغل، وبقى نزلت مع جوزي اشتغلت معاه وعلمني بصراحه بفضل ربنا. وليه علمني الشغل بقى يقول لي بدل ما تشتغل ورا حد مسكت المحارة واعملي كده، وبقى علمني في الشغل وبقى اشتغل وتعلمت الحمد لله الشغل وبشتغل كله. الصبح الساعة 6 الصبح أقوم أجيب الفطار لعيالي، أفطرهم وأودهم المدرسة، وأشوف اللي ورايا، لو ورايا طيور ولا حاجة في البيت بأكلها، وأشوف اللي ورايا قبل ما أروح الشغل. بطلع بقى الساعة 8، يبدأ يومه من الساعة 8 في الشغل، بجيش لأذان المغرب، بعد المغرب بشوية كمان. هي بالنسبه لي هي شغلانه صعبه جدا، ان في رجاله بيدلوا منها ويقعدوا، يعني انا ببقى ساعات مستديمه فيها كل يوم، في رجاله بتيجي معانا اليوم بيشتغلوا معايا، بيجي يوم ويقعدوا يوم، يقعدوا يومين، يدلوا من الشغل وما يجوش. انا الحمد لله ربنا يديني الصحه وبشتغل فيه. الحمد لله انا قلبي جامد. ما انا كنت لسه بقول لك من شويه ان انا مشطبه شقه وجاي في بره 5 ادوار شقه، يعني تشوفني فوق كده من على بعد تلاقي عصفوره فوق. ساعات بجيب ابني يشتغل معايا، ساعات بجيب ابني سيلفي ينزل معايا الشغل بشتغل، يعني ما بجيبش حد غريب. اي عامل دلوقتي بيقول لك انا هشتغل يوم واقعد كده ما بيستمروش في الشغل، فانا عشان ان انا كل يوم دوامه في الشغل بضطر ان انا مثلا لو ابني ما راهوش مدرسه وما راهوش حاجه، او ابني سيلفي مخلص المدرسه برضك باخده يشغلني معاه وادي له شغل. بشيل الطي واركب طي واشغل اي شغل جبس بعمله الحمد لله. ما هركب بقى على الشغل النظيف، ما انا لو شغل نظيف انت هتجيبني غيرك هيجيبني، والحمد لله يعني ربنا كرمني ان انا لما بخلص شغل واشطب شغلي في غيرك دخل شاف شغلي فقال لك خلاص احنا هنجيبه مواصره، لدرجه وانا بعمل 2 متر بره الناس والله بالتروسيكلات معديين شغاله في الشارع، معديين مستغربين ان ازاي ست شغاله المهنه الجامده دي. وبصراحه قعدوا يقولوا الله ينور عليك، بامانه شغلي روعه، انا لما اجي اعمل شقتها هجيبك. قلت له انا تحت امرك. أه
الحمد لله انا من عادتي يعني في عاده يعني ان انا لما انا بحترم الكبير والصغير، فاي حد بشتغل معاه سوى مين بقى، لو 10 رجاله معايا في شقه واحده، الحمد لله بفضل ربنا واحترامه وادبي، واحترم ده واحترم ده، هم غصب عنهم بيحترموني، ما حدش يقدر يعيب فيا ولا حد يقدر يقول حاجه. وبقوليش الله يا ام اسراء بالفم المليان. وقحت قبل كده مرتين اتنين من على السقاله، وقحت خبطه جامده ديت اللي قضت عليا بقى، قعدت سنه فيها رقده عيانه، كان ظهري فيه 3 شرايح مكسورين، دي خبطت لي فيها سنه رقده، بس الحمد لله بدعم وحمايه ربنا خد بيد وشفاني، ونزلت فيها لدرجه الدكتور بيقول لي ما تقدرش تشيل شكاره اسمنت، ما تقدرش تشيل جرده الميه تاني، بس الحمد لله ربنا خد بيدي وقدرت اشتغل فيها تاني. ولما رجعت للدكتور استشاره بقيت اقول له ده انا رجعت في المعمار تاني، بقى يضرب بقى مش مصدق، قال مستحيل من رابع المستحيلات، وربنا خد بيدي وشفاني عشان خاطر عيالي. انا اقول للستات كلها طول ما مثلا جوزك واقع في محنه، جوزك محتاجك ان انت تساعديه، ساعديه بكل طريقه، مثلا لو انت مش عايزه تشتغلي في المهنه الصعبه ديت اشتغلي في اي حاجه، المهم ان انت تساعدي عيالك وجوزك، ما تسيبوش لوحده ويدافع لوحده.